موهيني الكذب بدمها، وهي ما بتحب حدا ابدا غير حالها، لهيك عملت صفقه بوراق طلاقي من اكشاي. بس ما بتعرفي انه ارتباط اكشاي فيني وبناتي مستحيل ينتهي ابدا، لهيك جبتلك وراق طلاق مزيفه لربيكي ولخليكي تنفضحي قدام الكل. شو القصة ميها؟ موهيني شو هالدراما هاي؟ وقت اللي اجت بنتك لعندي عرفت شو عم يدور بمخك وقتها. انتي وبنتك وقتها خططتوا تتبلوني، ولما ناقشت هذا الموضوع مع بنتي اقترحت علي اني اقبل عرضكن السخيف هاد، لأنه هي كانت الطريقة الوحيدة لحتى أقدر أثبت لأكشاي إنه أنتي ضد زواج بنتي نيها وأرجون. معقولة مفكرة إنه أنتي بس يلي بتحبي بنتك وأنا لا؟ يعني مفكرة إني بعد ما أسمع بعرضك رح أقنع بنتي تنهي ارتباطها بأرجون؟ يعني معقول؟ انتي ما بتفكري أبرجيتا؟ جيت لحتى فرجي أكشاي وشك الحقيقي، كرمال فرجي إنه انتي تهديد لنيها ولحياتها وإنك وحدة خطيرة. شو ما عملتي وشو ما عرضتي علي، حياة بنتي ومستقبلها ما رح أخسر. هاي كذبة مو مزبوط. نيها بتهمني وبتهمني سعادتها، وأنا ما بدي حياة عيلتي تتدمر بسبب هالزواج. لا أبرجيتا، خلص روقي شوي. فهمت كل شيء، عرفت مين الأناني ومين يلي عم يستغل كل شيء، عرفت الحقيقة كلها. بس بيأسفني كتير إني وثقت بمرة مثلك يا أبرجيتا. أنت فهمت غلط أكشاي، حاولت أمنعنيها تصير مثل موهيني، كنت بس بدي خليها تحس بغلطها. عن جد؟ بس انتي تحولتي لموهيني هلا. مستحيل.